أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من المشاهد نت: عاد صيادون دون مراكبهم، أكثر من 100 قارب صيد يمني محتجز في إريتريا منذ أشهر. الصحافة الفرنسية تتحدث عن معارك الأيام السبعة في الحديدة. من البي بي سي وفي جولتنا الرياضية: كيف تحول خطأ لاعب إلى نكسة منتخب. أهلا بكم. تحدث موقع الصحوة نت عن وعود حكومية تعهد بها رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر لمحافظ الحديدة الحسن طاهر، وعنوان الموقع: الحكومة تقول إن الحوثيين رفضوا كل فرص السلام وتواجه بإعادة تأهيل مطار الحديدة. قال موقع الصحوة نت إن رئيس الوزراء تعهد في مكالمة هاتفية بسرعة العمل على إعادة الخدمات وصرف مرتبات الموظفين المدنيين في المديريات المحررة بالمحافظة وإعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مطار الحديدة الدولي، الذي ستعمل الحكومة بالتعاون مع الأشقاء في التحالف العربي على إعادة تشغيله ليسهم في تخفيف معاناة المواطنين. كما أكدت الحكومة الشرعية أن ميليشيات الحوثي الانقلابية رفضت كل فرص السلام والقبول بتنفيذ القرارات الدولية، وأصرت على مواصلة حربها الهمجية ضد أبناء الشعب اليمني وتدمير مقدراته وبنيته التحتية. لا ثقافة ولا مثقفين في اليمن في زمن الحوثيين، لأن الجماعة ذات التوجه الطائفي لا تفكر بغير الاحتواء، في حين أن الطبقة المثقفة لا يمكن لها أن تعمل في ظل الانقلاب. لا يمكن للمثقفين وما تحمله ثقافتهم من قيم أن يتقبلوا فكرة جماعة طائفية عرفت أنها لا يمكن أن تستقطبهم، فراهنت على مؤسسات تعمل على نشر الفكر الحوثي وإدارة فعاليات تخدم الفكر الطائفي. هذا مقتطف من مقال كتبه فتاح المقطري في صحيفة العرب الجديد مضيفا: انتاب الوسط الثقافي حالة من الخوف في ظل الانقلاب، فتوقفت جائزة الدولة التشجيعية للمبدعين، وهي التي تم تحويلها من جائزة رئيس الجمهورية إلى جائزة الدولة إبان حكم الرئيس عبد الرب منصور هادي. وإلى ذلك تسببت الحرب في تعز بإحراق مؤسسة السعيد، وهذه مؤسسة عملاقة قدمت الكثير، ناهيك عن توقف أنشطة اتحاد الكتاب اليمنيين وفروعه. أيضا غابت تعز التي كانت قد أعلنت أخيرا عاصمة ثقافية للبلاد، فهي في تراجع وخسرت دورها الكبير لتحل محلها ذمار بأنشطة ثقافية، وتحديدا في العام الثالث من الحرب. لكن تلك الأنشطة كانت ذات صبغة طائفية. غابت الدوريات الثقافية القادمة من بلدان الجوار مثل مجلات العربي ونزوة والرافد والدوحة، والتي كانت رغيف القارئ والمثقف اليمني، ليعتمد المثقف اليمني على مكاتب الرصيف التي تبيع كتبا قديمة، علما أن الأوضاع المعيشية دفعت كبار المثقفين إلى بيع مكتباتهم. الثقافة لا تؤكل عيش، هكذا يعرف ويقول المثقف اليمني، لكنه أيضا يعرف رسالته التي تدفعه إلى الكتابة أو الإنشاد أو الرسم. وقد كان موقف الطبقة اليمنية مشرفا، فلم يدفعها البؤس إلى الارتماء في أحضان الجماعة، وهي تعطي الهبات لشعراء كتبوا قصائد أو أعمال ثقافية لقاء منافع صغيرة. قبل ثلاث سنوات تعهد زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي لمدير مركز دار الحديث الذي يديره محمد الإمام في مدينة معبر بمحافظة ذمار بعدم التعرض له أو لطلابه، وأن يظل في مأمن، وتم ذلك في اتفاق مكتوب. لكن لا يمكن لمن اعتاد على إشعال الحروب أن يوفي بعهده بالسلام، فوفقا لعنوان موقع المصدر أونلاين، الحوثيون يهاجمون مركزا تابعا للسلفيين جنوب صنعاء ويطلقون الرصاص على طلابه. يتحدث الموقع عن الاتفاق الذي أبرم قبل ثلاث سنوات، وأنه كان يقضي بأن تمتنع الميليشيات عن المضايقة أو التعرض للمركز
أو لأي من طلاب المركز مقابل عدم مشاركتهم في الحرب ضد الميليشيات، وهو ما تم عملياً. غير أن الحوثيين وفقاً للموقع وبالهجوم الذي تعرض له المركز مؤخراً يكونون قد نقضوا الاتفاق الذي وقعه من جانبهم القيادي الحوثي يوسف الفيشي كممثل لزعيم الحوثيين. وقالت مصادر محلية أن الميليشيات أطلقت النار على الطالب علي العوسجي أمام أطفاله وزوجته، وهو ما أثار سخط أقاربه الذين أقدموا على اقتحام مستشفى في معبر بعد أن حاول الحوثيون نقل المصاب إلى مدينة ذمار. أقيمت المدارس لأجل التعليم ونشر المعرفة، لكن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي غيرت هدف المدارس. ووفقا لموقع عدن الغد، المدارس ملاجئ اليمنيين من نيران الانقلابيين. وأورد الموقع في تقرير نشر في صحف أخرى ما قاله أحد النازحين من معارك الحديدة، والذي أفاد أنه ترك حي المنظر قرب المطار هو وأسرته قبل 3 أيام، وساروا لمسافة 3 كيلومترات وهم يختبئون خلف الجدران وتحت الأشجار لتجنب الضربات الجوية قبل أن يعثروا على مأوى في مزرعة سمكية. وبقي آخرون في منازلهم لرعاية أفراد أسرهم وماشيتهم. وأضاف النازح: قالوا لنا إن بعض منظمات الإغاثة سترسل حافلات، ثم قالوا لا يمكن للحافلات أن تدخل أو تخرج، فبدأنا نمشي حاملين أطفالنا ونجلس بين الحين والآخر لنستريح فيما حلقت الأباتشي فوق رؤوسنا. كنا خائفين إذ لم نعلم إن كنا سنتعرض لإطلاق النار. وأضاف وهو جالس على الأرض في فصل فارغ في مدرسة تستخدم لإيواء النازحين من القتال: الآن نحن في هذه المدرسة لا كهرباء ولا ماء ولا شيء، ولدينا أطفال يحتاجون للغذاء والعلاج وأي شيء، لكن ليس لدينا شيء. يتابع الموقع: نام أطفال على أرض الفصول الخاوية، فيما جلس آخرون في الساحة في يأس، حيث تناثرت حولهم بعض الملابس والأغطية على الشرفات والمكاتب. ثقافة وهم القوة. تحت هذا العنوان كتب المغربي سعيد يقطين مقاله في القدس العربي، مضيفا في جزء من المقال: نقيض ثقافة القوة وثقافة الوهم بالقوة. فمهما كانت الحالة الواقعة لأي فرد أو مجتمع، يظل يدعي كل منهما أنه في حالة تسمح له بالإحساس بأنه أفضل من غيره، أو أنه متميز عنه، إما باستدعاء عرقه أو تاريخه أو أيديولوجيته. من يحس بامتلاكه ثقافة القوة بالفعل يعمل على إدامتها بقوة العقل وتطوير معرفته باستمرار للحفاظ على مكانته، مستغلاً ضعف غيره لإبقائه في نطاق تبعيته له. ومن يدعي ثقافة الوهم بالقوة يتصرف بما تمليه عليه الأحاسيس والأهواء، وقصارى ما يمكنه القيام به. وهذا أكبر الوهم، هو اطمئنانه إلى أن قوة علاقته بمن يمتلك ثقافة القوة يمنحه قوة ما، ومنه يستمد بعض مقومات وجوده. تستمد ثقافة القوة مكانتها الأساسية من امتلاك العلم والتكنولوجيا والمعرفة العلمية إلى جانب المقومات المذكورة. أما ثقافة الوهم بالقوة فوليدة العواطف والانفعالات والأهواء، لأنها لا تؤسس على ركيزة المعرفة بالعصر أو امتلاك ما يجعلها قادرة على الانخراط فيه. إن من يشجع الطائفية والعرقية باسم حقوق الإنسان والديمقراطية لا يرمي من وراء ذلك سوى تكريس ثقافة الوهم بالقوة. إن امتلاك ثقافة القوة عند العرب والمسلمين أيا كان اتجاههم السياسي والثقافي رهين بالدفاع عن السلم ضد الحرب، وممارسة حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير إلا بالمساعدة والتآزر وتجاوز التحاقد، وقبل ذلك بمعرفة العدو الحقيقي والدائم وعدم خوض الحروب بالوكالة. ولكي يتحقق ذلك لابد من الاهتمام بالعلم والمعرفة العلمية والانخراط في العصر عن طريق إشراك الشعوب في الحياة السياسية. بسيادة ثقافة وهم القوة تتكرس الحروب والانقسامات والتبعية.
تعيش زوجة الصياد اليمني علي مقبول وأطفاله الأربعة منذ أكثر من عام على أمل الإفراج عنه من سجون السلطات الإريترية بعد اختطافه مع قاربه الصغير من قبل البحرية الإريترية قبلة سواحل مديرية المخا غرب محافظة تعز. وعنون موقع المشاهد نت: قصة صياد يمني في السجون الإريترية. وفي التفاصيل: منذ علمت أم أحمد ذات الأربعين عاما باعتقال زوجها وعدد من صيادي مديرية المخا الساحلية من قبل البحرية الإريترية بالمياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر لم تصلها عنه أي أخبار بعدها، وظلت تمني النفس بسماع خبر الإفراج عنه. يضيف الموقع: عقب إفراج السلطات الإريترية بمساع حكومية يمنية عن 37 صيادا يمنيا الأسبوع الماضي، أصيبت عائلة الصياد مقبول بخيبة أمل كبيرة كون اسم عائلها الوحيد لم يكن من ضمن المفرج عنهم. وينقل الموقع تصريحات وكيل محافظة تعز عبد القوي المخلفي، والذي قال إن إريتريا أفرجت عن 37 صيادا من أصل 200 كانوا محتجزين لديها، مطالبا بالإفراج عن أكثر من 110 مراكب بحرية للصيادين اليمنيين ما تزال محتجزة لدى السلطات الإريترية. وتشير تقارير حقوقية أن الصيادين المعتقلين في السجون الإريترية لم تشفع لهم القوانين والاتفاقات الموقعة بين اليمن وإريتريا، حيث يعانون في سجون السلطات الإريترية من التعذيب ولم توفر لهم أبسط مقومات الحياة كبشر. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى أخبارنا المنوعة، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. في جولتنا بين أهم ما تناولته الصحف الفرنسية الصادرة اليوم، نطالع متابعة هذه الصحف حول معركة استعادة محافظة الحديدة من أيدي المتمردين، ونبدأ من صحيفة لوغوا والتي عنونت: اليمن قوة موالية للحكومة تدخل مطار الحديدة. قالت الصحيفة إن القوات اليمنية الموالية للحكومة دخلت مطار الحديدة يوم الثلاثاء وسط قتال شديد في اليوم السابع من هجوم ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على هذه المدينة الاستراتيجية على البحر الأحمر منذ عام 2014. تضيف الصحيفة في تقرير ترجمته قناة بلقيس: اندلع في الصباح قتال عنيف حول المطار، حيث قامت القوة الحكومية المدعومة من قبل تحالف بقيادة السعودية والإمارات العربية المتحدة بتعزيز القوات. تفيد الصحيفة: رافق العملية العسكرية غارات جوية مكثفة للتحالف، كما أشارت مصادر عسكرية لوكالة فرانس بريس من الخطوط الأمامية، ولم يتم الإعلان عن الخسائر البشرية حتى الآن. وقال أحمد وهو من سكان المنطقة عبر الهاتف: إن القتال عنيف ولم نشهده من قبل، ولم تتوقف المعارك منذ الصباح. الأسر تحاول الفرار لكنهم مجبرون على العودة إلى مناطق القتال. صحيفة لوبوا الفرنسية تحدثت عن ذات الموضوع لكن بعنوان مختلف، وقالت: 7 أيام من الهجوم على الحديدة. قالت الصحيفة إن الهجوم استمر 7 أيام على مدينة الحديدة الساحلية بقيادة قوات حكومية يمنية مدعومة من التحالف بقيادة الرياض وأبو ظبي. وتفيد الصحيفة: في 13 من يونيو شنت القوات الموالية للحكومة المدعومة من الإماراتيين والسعوديين هجوما على ميناء الحديدة، وكانت الإمارات العربية المتحدة قد أعطت مهلة حتى 12 من يونيو للأمم المتحدة لإيجاد حل وإجبار الحوثيين على التخلي عن الحديدة دون قتال.
تعتقد 15 منظمة غير حكومية دولية أن الهجوم من المحتمل أن يكون له عواقب وخيمة على السكان المدنيين في رسالة وجهوها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهم يرون أنه من غير المعقول الحفاظ على المؤتمر الإنساني المقرر عقده في أواخر يونيو في باريس، وتدعو فرنسا إلى حل سياسي تفاوضي. أما السعودية والإمارات فإنها اتخذت خطوات لضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية رغم العملية العسكرية. العالم أمام أحادية ترامب والعودة عن العولمة متعذرة. تحت هذا العنوان كتب مدير عام منظمة التجارة العالمية الأسبق باسكال لامي مقالا ترجمته منال نحاس ونشرته في صحيفة الحياة اللندنية. يبدو أن دونالد ترامب النرجسي والأناني يعصى عليه فهم تعدد الأقطاب ولا يعرف غير توسل يد حديدية في مقاربة الآخر، وخير دليل على ذلك ما جرى في قمة مجموعة الدول السبع الأخيرة في الكيبيك وفي سنغافورة، وهو ينقل نهج تلفزيون الواقع إلى عالم السياسة الدولية، ولكن ما يفعله يضمر تماسكاً، فهو يرمي إلى هدف واضح وحيوي، الفوز في الانتخابات النصفية في نوفمبر المقبل، وهو لا يريد أن تفتر شعبيته في أوساط حوالي 35% من الأمريكيين. وأرى أن ترامب في مسعاه إلى إطاحة العولمة سيصطدم بالرأسمالية المعولمة. والترابط والتداخل التكنولوجي بين أنظمة الإنتاج بلغ مبلغاً تتكبد معه العودة عن العولمة ثمناً باهظاً. ولا شك في أن أثر العولمة أليم في بعض الدوائر، ولكنها فعالة وناجعة والعودة عنها مكلفة. أدعو إلى عولمة غير منفلتة من عقالها، ولكنني لم أقل يوماً أن العولمة تنثر بذور السعادة، فهي عملية أليمة. ويعود إلى السياسات الاجتماعية معالجة نتائجها. وفي وقت ينفرط عقد مجموعة السبع، تشهد روسيا والصين والهند وإيران وجمهوريات سوفيتية سابقة أواصر منظمة شنغهاي للتعاون، ودونالد ترامب يزرع الشقاق في الغرب، وبلغ كسره عود الغرب مبلغاً لم تعد تقوم له أي للغرب قائمة في عدد من المسائل. ففي مواجهة إيران على سبيل المثل تشرذم موقف الغرب والتشظى، واليوم الاتحاد الأوروبي أقرب إلى روسيا والصين منه إلى أمريكا، وهذا غير مسبوق منذ عقود. وحتى حرب العراق لم تزرع مثل هذا الشقاق بين ضفتي الأطلسي، وما يترتب على الفالق هذا لم تتضح معالمه بعد. سياسياً وليس بعيداً عن ملف الحديدة أيضاً، قالت صحيفة العرب الجديد أنه وكما كانت تذهب أغلب المؤشرات، لم تسفر زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث عن تفاهمات تجنب مدينة الحديدة المعركة العسكرية التي عاودت التصاعد بالتزامن مع اختتام زيارته، إذ فقد مسلحو جماعة الحوثي السيطرة على مطار الحديدة الدولي في ظل الاشتباكات المتواصلة على أطراف المدينة الجنوبية ووسط مخاوف من تأثير المواجهات على المدنيين في الأحياء الغربية. وأكد سكان للعرب الجديد أن أصوات القذائف من القصف الجوي للتحالف في المنطقة المحيطة بمطار الحديدة وصولا إلى الاشتباكات بالمدفعية والدبابات تسمع في أجزاء من المدينة، ويأتي التصعيد بالتزامن مع مغادرة المبعوث الأممي إلى اليمن صنعاء، والذي يبدو أن جهوده التي وصفت بالفرصة الأخيرة للوصول إلى تفاهمات من شأنها تجنيب مدينة الحديدة المعركة فشلت في ظل تخوف الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أن تطال أثارها مئات الآلاف من المدنيين وخطوط الإمداد المتعلقة بالمساعدات الإنسانية والواردات التجارية بما فيها المواد الغذائية إلى البلاد. الفراعنة يخسرون أمام روسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، عنوان رياضي لموقع شبكة البي بي سي، حيث فاز منتخب روسيا على نظيره المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في مدينة سانت بطرسبرغ في افتتاح الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي من دون أهداف، لكن مسار المباراة تغير بشكل كامل مع بداية الشوط الثاني، خاصة بعد
بعد أن سجل المصري أحمد فتحي هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 47 من المباراة، وتمكن بعدها الفريق الروسي من إحراز هدفين متتاليين في غضون 3 دقائق. اللاعب المصري محمد صلاح تمكن من تقليص الفارق بين فريقه ونظيره الروسي، محرزاً الهدف الوحيد لفريقه عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 73. وبهذه النتيجة يكون المنتخب الروسي قد رفع رصيده إلى 6 نقاط ليأتي في صدارة المجموعة الأولى ويصبح أول المتأهلين لدور 16. أما الفريق المصري فقد بقي بلا رصيد بعد الخسارة الثانية على التوالي. في جولتنا المصورة لهذا اليوم مجموعة صور متنوعة من عدسات مصوري صحيفة الديلي تيليغراف، نتابع. بهذه المجموعة من الصور والصحف نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، نتابع وإياكم مجموعة من رسوم الكاريكاتير، إلى اللقاء.